الخير خالو. يا ليه؟ شو لساتك غرقان بالوراق؟ انا انطوشت. في شغله بالتحيات ما عم تدخل مخي. شو بك خالو؟ شايفك متضايق. يارا صاير له شيء؟ لا لا يارا منيح. قل لي فيها شيء. خالو شو بده يكون فيها يعني؟ ما بعرف. الا ما يكون في شيء قصه بحياتها، هي صبيه وصغيره. لا لا خالو اطمن. يارا مو من هالنوع. بعدين اي شيء رح يصير معها انا اول حدا رح تلجأ له. بس المشكله بريهام. خنقته؟ زعلانه، يعني رجعت عادت لي نفس القصه. لا خالو لا، الله يرضى عليك، انت لازم تلاقي حل. خالو كيف؟ يعني انا اذا قدرت اقنع امي، ابوها وامها مستحيل يقتنعوا. واصلا مو هذا اللي زعجها. يعني انا بعرفها منيح. هي مشكلتها انه انا مشغول عنها وبس. الحق معها خالو، انت هالكم يوم انشغلت معي. ومن حقها انك تكون جنبها. مو بتحبها؟ بحبها. بس والله خالو انت ما دخلك. هي طول الوقت هيك، كل ساعة عقلة شكل. خلص واضحة. هي اللي بتحبك. وهي طريقتها لتعبر قديش بتحبك. بدها اياك الها وبس.